ذكر مسؤول أمني أن الاجتماعات المشتركة بين قوات الجيش والبيشمركة أثمرت على اتفاق جديد لتشكيل قوات مشتركة إضافية تعمل على سد الفراغات الأمنية التي تتحرك من خلالها عناصر الإرهاب والجهات الخارجة عن القانون. وأكد أن الحكومة العراقية تريد زيادة التعاون كون الملف الأمني يحتاج لتنسيق واسع لمواجهة التحديات وضبط الفراغات الأمنية، كاشفا عن أن تشكيل القوات المشتركة يحظى بدعم من التحالف الدولي.